اليوم فرصة التأهل لصدارة هذه المجموعة، ما في ضغوطات في حسم التأهل، لكن الصدارة راح تساعد في قرعة الدور القادم. كونوا معنا بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتمنى بأن نشاهد معا مباراة كبيرة في ظل هذه الأجواء. سأكون معكم أنا فارس عوض في تغطية حية ومباشرة. ومباراة اليوم ضمن دور المجموعات من بطولة كوبا ليبرتادوريس، كلنا في انتظار بداية الإثارة، بداية المتعة مع صافرة ركلة البداية. نعرف تماما بأن الفريق الضيف يمتلك فرصة متاحة للتواجد على رأس المجموعة اليوم. الصدارة راح تفرق كثير عند إجراء القرعة وتجعل الفريق في موقف أقوى، وبالتالي الكل يحاول على أن يكون على قمة المجموعة بغض النظر عن أي حسابات أخرى. نقاشات كثيرة حول أسلوب لعب الفريق، أسلوب متحفظ بالتأكيد، لا يحاول أن يتقدم الهجوم أو أن يأخذ زمام المبادرة، لعب سلبي بعض الشيء، الفريق لا يحاول بأن يكون إيجابي على المرمى، ينتظر في الخلف ويحاول جر الخصم ويعتمد بعد ذلك على الكرات المرتدة، ويعتمد اعتماد كلي على دفاعه وعلى تمركزه بشكل يضمن للفاعلية الدفاعية. مع تشكيلة الفريق الضيف في لقاء اليوم، واضح من الخطة والرسم التكتيكي بأن الفريق راح يعتمد على طريقة 4-5-1 الهجومية. كرة القدم هي اللعبة الرياضية الأكثر شعبية في العالم، وقد تكون من بين الأقدم أيضا، حيث تأسس أول نادي رياضي في تاريخ هذه اللعبة في 1857، وتحديدا كان نادي شيفيلد الإنجليزي، واللي قد لا يكون من بين أشهر الأندية لكن عميدها بكل تأكيد. نبدأ المباراة مع ركلة البداية. كرة تقطع بعد عمل جيد حقيقة. بيعدي فيها بمر، بيعدي، أي بداية أي إثارة في الدقائق الأولى، الأمور تشتعل، فرصة بتضيع في اللقطة الماضية، كم ممكن هدف الافتتاح، انفراد تام ضاع في اللقطة الماضية، مستحيلة هذه الكرة. ضاعت الكرة، مساحة متواجدة على الجناح، دفاع سيء الحقيقة، يتقدم بالكرة، اليوم فرصة أمام الفريق الضيف للتأهل للدور القادم وهو في صدارة هذه المجموعة. التعادل راح يكفي اليوم لاحتلال الصدارة، وبالتالي راح تكون عند الفريق أفضلية في قرعة الدور القادم. أي رؤية أي دقة، سيبيستيان فيا، تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. بتروح الكرة للخصم. يفقد الكرة، ممتاز في الضغط العالي، كرة بتروح عن الجميع بعد هذا التدخل، تمركز الجيد يساعده في قطع الكرة، حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، سولدانو، يا رب الله على البوكا، فعلها بوكا جونيور ووصل للمرمى وحرك الشباك وحرك قلوب العشاق والمحبين في العالم. إعادة للهدف الذي جاء من تناقل ممتاز للكرة، شوف العرضية، شوف النهاية المثالية، شوف كرة القدم الهجومية، واضح أنهم تدربوا عليها بشكل جيد. يا سلام على الكروس، الله على العرضية المثالية، لكن شوف النهاية، يضع الكرة بالقدم في المرمى.
هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. مارتينيز، رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة، المساحة أمامه في هذه اللحظات. يا رب يا أخي، أنت كيف تلعب؟ كيف تفكر؟ كيف تقرر؟ كيف تسجل؟ كيف تشوف؟ كيف تشوف؟ لم ينجحوا في الحفاظ على التقدم لأكثر من لحظات قليلة، ربما كان هذا التقدم ما أفقدهم بعض التركيز. الله على شخصية الفريق الكبيرة، الرد لا تأخر، هدف يأتي في مرماه وسرعان ما يحتفل بهدف التعادل. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. عند الإمكانية هنا، يتقدم إلى الأمام، حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. هدف التقدم يأتي، يغير مسار المباراة، نقطة تحول في هذا اللقاء، كل شيء سيتغير. يا الله على التوقيت، كان هدفا مميزا جدا، بناء جيد للهجمة، تناغم في اللقطة الماضية، كرة تنتهي في الشباك، عرضية ممتازة، لعبها مثالية بالمقاس، شوف النهاية للكرة في الشباك بطريقة رائعة، شوف الإعادة، شوف العرضية المثالية جدا، يضربها بقدمه في الشباك، الكرة كانت صعبة على حارس المرمى. تمريرة بالخطأ بدون تركيز في اللقطة، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. جونيور ألونسو، كابوزانو يفقد الكرة، ضيع على فريق الفرصة. فرصة والمساحة موجودة، هذه كيف تضيع؟ واحد على واحد، انفراد في اللقطة الماضية، كان ممكن التعادل لكن ضاعت الفرصة، مستحيلة هذه اللقطة. مباراة البداية، مباراة بتنافس عالي، تقارب في المستوى، نتيجة تعبر عن الإثارة الموجودة في أرضية الملعب. مهارة غير عادية، المخرج مستمتع بالإعادة، بالتوغل، بالحطة في النهاية في الشباك. لنشاهد الهدف من زاوية أخرى. والتعادل يعود مرة أخرى في هذا اللقاء، نعود إلى نقطة البداية من جديد. توقع جيد في قطع الكرة، تمريرة باتجاه جناح، كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. بيعدي فيها، بيمر، بيعدي، فرصة متاحة. يا الله، كرة في العارضة، أي كرة بتضيع، أي فرصة بتر، فرصة للتقدم. أوهو، ضاعت الفرصة، تسديدة قوية مرت قريبة من المرمى، كانت تحتاج إلى دقة أكثر في اللقطة الماضية من هذا المكان القريب. كامبوزانو، فرنانديز، فرانكو سولدانو، عند الكرة الآن، بناء هذه المحاولة بهدوء وبدون تسرع.
الكرة بتتخلف من المنطقة. كامبوزانو، فرصة للعب كرة عرضية ممتازة. ضاعت الكرة، كرة لعبت بشكل حلو لكن النهاية ما كانت بنفس الجمال. لقطة بتضيع. فرانكو سولدانو، هذه هي فرصة هدف. واحد على واحدة من حارس المرمى لكن الكرة بتروح. شوف اللقطة، ما حافظ فيها على هدوءه، سدد الكرة، استعجل فيها بشكل غريب. هذه راحت الفرصة، واحدة من أخطر المحاولات. يستمر اللعب الآن لأربع دقائق إضافية، يحتسبها حكم اللقاء. كامبوزانو، ماذا سيفعل الآن؟ كرة بتصل وبتعدي بالخط الخلفي. الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. ممتاز في قراءة اللعب. مع نهاية الشوط الأول واضح بأن الأمور تسير بشكل ممتاز. الفريق حسم تأهله قبل هذا اللقاء ولا في وضعية تجعله يتصدر المجموعة. بيعدي فيها ينطلق شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، وتفصلنا 45 دقيقة من نهاية دور المجموعات وبداية المراحل خروج المغلوب في هذه البطولة. التدخل يبعد الكرة. الاستحواذ والسيطرة تعبر عن كل شيء في هذه المباراة. تقارب الأرقام، التعادل المستمر حتى هذه اللحظة، الأهداف هنا وهناك، الفرص والكرات الخطيرة واللعب الهجومي والمغامرة والمبادرة. الكل يتمنى بأن يكون صاحب اليد العليا في هذه المباراة. فرانكو سولدانو، فرصة الهجمة المرتدة الآن. الحكم يوقف اللعب ويحتسب الخطأ. كرة في مكان خطير، يمنع التسديدة من المرور. إدواردو سيلفيو، مدرب الفريق المستضيف يبحث عن حلول جديدة من دكة البدلاء. كرة بتروح للمنافس. الله على التوقع في قطع الكرة. أرضية لا تأتي بالخطورة في النهاية. تنفيذ جيد للضغط العالي. مارتينيز، كرة بتخطئ المرمى، سهلة بتتحول إلى ضربة مرمى. ما الذي فعل حارس المرمى؟ خطأ قد يندب عليه. يا الله، ضاعت الكرة، غريبة جدا. واحد على واحد مع حارس المرمى، كم ممكن يمر؟ كم ممكن يتعامل فيها بشكل أفضل؟ كم ممكن يسجل؟ لكن كرة تسديدة افتقدت للدقة للتركيز. الكرة بتضيع خارج المرمى. يا الله. الفرصة الذهبية، سيطر على الكرة تحت ضغط المنافس.
بيعدي فيها بمر بيعدي مارتينيز. كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. إبعاد ممتاز الكرة من مناطق الخطورة. يلمس الكرة لكنه ما سيطر عليها. فرنانديز كيف راح يتصرف فيها؟ فرنانديز فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي. اوه الكرة في المرمى. الله على اللقطة، على اللعبة، على المهارة. يا سلام على بوكا جونيورز، هدف بكل استحقاق. يا سلام على الفرحة. إعادة للهدف الذي جاء من تناقل ممتاز للكرة. شوف العرضية، شوف النهاية المثالية، شوف كرة القدم الهجومية، واضح أنهم تدربوا عليها بشكل جيد. شوف الإعادة، شوف العرضية المثالية جدا، يضربها بقدمه في الشباك. الكرة كانت صعبة على حارس المرمى. مدرب يدفع بلاعب بديل في محاولة الحفاظ على التقدم وعلى رتم الفريق أيضا لمصلحته. 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. فرانكو سولدانو. بيجرب بيشوت. حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. يرسل الكرة لوسط المنطقة. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. تصدي مع الحارس. ما زالت الكرة خطيرة. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. يخترق ولديه مساحة. أنطونيو باريرو. تصدي ممتاز. ممتاز في الاستلام تحت الضغط. فرصة خطيرة الآن. فرصة سانحة. حارس يخرج في توقيت مثالي. يبعد هذه الكرة. يبعد الخطورة. فرصة للتعادل. الكرة للتعادل الآن. يا رباه. كرة في القائم. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. لو خسر الكرة ممكن تشكل خطورة. الجمهور في الموعد يقدم. كل ما لديه لفريقه من أجل العودة في النتيجة في الدقائق الأخيرة. هدف واحد فقط. كرة خطيرة. خطأ فادح في هذا المكان. ممكن هذه. ممكن كرة التعادل. أوهو. في آخر اللحظات الحكم يعلن عن ركلة الجزاء. فرصة للتسجيل وإنهاء اللقاء بالتعادل. الحكم يشير إلى علامة الجزاء. كارت أصفر في هذا التوقيت. تمر بجانب المرمى. ركلة جزاء بطيء. تفتقد للتركيز الآن. ركلة جزاء برعونة تمر بجوار القائم. ركلة جزاء تلعب برعونة وبدون دقة لخارج المرمى. الفريق لعب كرة أمامية في فرصة أخيرة للتعادل. حكم اللقاء يضيف 3 دقائق. عد الفرصة في هذه اللحظات. كرة هدف في هذا التوقيت. نجحوا في إبعاد الخطورة. تركيز عالي من الدفاع.
ضربة ركنية لتأكيد التقدم، قد تحسم هذا اللقاء قبل دقائق من النهاية. بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18، إبعاد الكرة من مكان الخطر. شوف كيف قراها، كانت فرصة خطيرة في اللعبة الماضية. الآن نودع دور المجموعات والآن تتأكد صدارة الفريق لمجموعته بعد ما قدم مباريات قوية ومستويات كانت ثابتة تجعله يدخل قرعة الدور القادم وهو في وضعية مثالية. نعرف بأن الفريق المتصدر يواجه الفريق صاحب المركز الثاني، وبالتالي أسهل نسبيا في الدور القادم، مما يعني زيادة فرصة الفريق في التأهل. لعب مباراة بشكل جيد بصراحة وظهر فيها بشكل لافت وقدر يساعد فريقه على تحقيق الفوز. أعتقد بأن سعيد جدا بما قدم في أرضية الملعب، خاصة بأن من أحرز هدف التقدم لفريقه واللي كان سبب الفوز. يا رب يا أخي، أنت كيف تلعب؟ كيف تفكر؟ كيف تقرر؟ كيف يتقدم إلى الأمام؟ حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. هدف التقدم يأتي يغير مسار المباراة، نقطة تحول في هذا اللقاء. مباراة البداية، مباراة بتنافس عالي، تقارب في المستوى. فرنانديز، فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس. اوه، هالكرة في المرمى، الله على اللقطة، على اللعبة، على المهارة.